السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ديكور سهل قوي من علبة تونة، وكمان هنستخدم حاجات تانية بس ان شاء الله كلها حاجات بسيطة وموجودة عندنا في البيت. هنستخدم علبة تونة وده خيط صوف، وهستخدم كمان بالونة. الخيط الصوف ممكن تختاري اي لون، او ممكن يكون رفيع او تخين، اي شكل موجود عندك. لو عندك شكل او اي حاجة من الصوف ممكن تعيدي استخدامها، فكيه واستخدميه تاني، مفيش اي مشكلة، مش عايزين نكلف نفسنا. وهستخدم هنا بالونة، البالونه دي تكون بس اهم حاجه جامده شويه، ما تبقاش خفيفه، ويكون حجمها الى حد ما معقول، على حسب بقى انت عايزه الديكور يكون صغير او كبير. يعني ممكن تجيبي بالونه من الحجم اللي هو الكبير قوي، ممكن تستخدمي الحجم الوسط، ممكن تستخدمي الحجم الصغير. نفختها وبدات اربط كده الخيط الصوف في النص على البالونه بالشكل ده. اهم حاجه نثبت بس الخيط عشان ما يفكش مننا واحنا بنشتغل بالشكل ده كده. هثبته كويس قوي، بدأت أربطه، وهبتدي بقى ألف الخيط بشكل عشوائي. حاولي وانتي بتلفي الخيط امسكيه، يعني امسكي الطرف اللي انتي بتلفيه كده اهو بالشكل ده، خلاص، وثبتيه بالشكل ده واحدة واحدة. هو بس ايه، يعني محتاج تركيز شوية. هبدأ ألفه بشكل الأول يمسك البالونة معايا، وبعد كده هبدأ يعني أغير في شكله بشكل عشوائي، مش مشكلة، يعني مش شرط بشكل منتظم. أنا طولت بس في الجزء ده عشان أحاول أوريكم ازاي أنا قدرت أثبت الخيط وما يتزحلقش مني، مع إن الخيط ده خفيف. خلاص هبتدي بقى اكمل بالشكل ده كده بمنتهى الهدوء. لو سرعتي ممكن الخيط يتفك معاكي، واللي انتي عملتيه كله يتفك منك. مش بيغلب ولا حاجة، بس هو محتاج تركيز شوية، وكل ما كان الحجم اكبر كل ما كان اصعب. يعني حجم البالونة عشان كبير شوية بالنسبة لي، خد وقت شوية في لفه، بس مش مشكلة. يعني هبتدي بقى ألفه كده بالشكل ده. بعد ما ثبت الخيط بالطول تمام، هبتدي بقى ايه ألفه بشكل عشوائي لحد ما أوصل لآخر الخيط، أو مثلا خلاص أنا مليت البالونة كلها بالشكل ده. هبتدي بقى أربطها في أي حاجة، في اي جزء من الخيط اللي موجود عندي في البالونة نفسها. هثبتها كويس قوي بحيث ما تبانش. خلاص اهم حاجة اربطها كويس برضو عشان ما تفكش مني. تمام خلاص كده انا خلصتها. هجيب بقى الغيرة، هحط شوية في اي علبة كده قديمة عندي، وهخففها بالمية. هحط شوية، هحتاج حبة كتار، حط كمية كويسة. انا هنا حطيت كمية صغيرة الاول، بس بعد كده هزود تاني. استخدمي اي حاجة عندك مش محتاجاها، بحيث ان انتي بعد ما تخلصي الشغل تروحي رميها، مفيش مشكلة. خلاص هزودها شوية مية، يعني معلقة غير عليها معلقة مية بمعدل ده. يعني لو حطيتي 3 معالق غيرة حطي معاهم 3 معالق مية لحد ما يظبط معاكي القوام بتاع الغيرة. هقلبهم بقى بالشكل ده كده، وهجيب فرشة. ولو عندك مثلا طبق غويط تقدري تعملي فيه كمية الغيرة وتنزلي فيه البالونة، بحيث ان هي تتغلف كلها بالغيرة، مفيش اي مشكلة. هستخدم هنا الفرشة، هعجن بيها الغيرة بشكل كويس. بالشكل ده كده هبتدي بقى ادهن البالونة كلها او الخيط. هديله كمية غيرة كويسة عشان خاطر لو ما خدش معايا الكمية، كمية غيرة كويسة
وتشرب كله بالغيرة هيبقى عندي حتت فيه طرية، فلازم املاه كله بالغيرة بالشكل ده. هعملها بقى كلها بنفس الشكل كده. اهم حاجة اتأكد ان هي يعني الجزء اللي عديت عليه ده ان انا دهنته كويس قوي بالغيرة. خلاص كده انا كده عملتها وسبتها، يعني ممكن تسيبيها يوم لحد ما تنشف كويس قوي. خلاص حتى لو تلاحظوا ان هي البالونة نفسها صغرت، انا سبتها بس مدة كبيرة شوية عشان كده البالونة عملت كده، بس هي لسه يعني لسه برضو محتاجة ان هي تتخرم عشان تنزل معايا، فانا هعملها بالسكينة برضو وهبتدي انزلها بالشكل ده. بس حاول احافظ على الخيط عندي تمام اهي بعد ما خرجتها، زي ما انتوا شايفين شكلها اهو. هو الخيط ده كان لونه بينك. بصوا انا هنا هستخدم السبراي رش الفضي، فهبتدي ارشها بالشكل ده كده، هرشها كلها، احاول كده اغلفها كلها باللون من جوه ومن بره. طبعا السبراي ده في منه الوان كتيرة، مش شرط الفضي بس اللي تستخدميه، وده يعني بستخدمه في كذا حاجة. هديها طبقة سبراي كويسة، كده خلاص بعد ما نشفت معايا خلاص. دي في الاخر كده هي اباجورة، انا هستخدمها اباجورة. فهنا ده العلبة بتاعة التونة انا جبتها، بصوا نفس الشكل انا قلبتها يعني على وشها بالشكل دوت، وبدأت برضو ارشها بالسبراي الفضي نفس اللون. فطبعا انا عشان احط عليها البالونة مش هينفع على الظهر، مش هتبقى ثابتة. خلاص هقلبها، هحط البالونة كده كأني حاطة البالونة جواها عشان هتثبتها اكتر. طبعا كأنك مشترية ديكور غالي جدا، الديكور ده بيتباع غالي، وطبعا النتيجة في الآخر تحفة بجد. هي في الآخر هي أباجورة، أقدر أستخدم أحط جواها لونة صغيرة لو عايزة، وأقدر كمان إن أنا أستخدمها بكذا شكل. هبتدي بقى أسخن مسدس الشمع كده وهحط شمع على حرف العلبة بالشكل ده كده، هحط كمية كويسة وهبتدي أثبت فيها الديكور بتاعنا اهو بالشكل ده. هثبتها كويس قوي لحد ما الشمع ينشف معايا. خلاص اهي كده ثبتت معايا، هبتدي بقى ازود شمع اكتر عشان متفكش مني. انا زي ما قلت لكم انا هستخدمها كديكور عشان رمضان، ممكن استخدمها اباجوره في اوضه النوم برضو هتبقى جميله، هي ثابته وماسكه نفسها حلوه جدا. ده بقى الشريط اللي هو الليد، النور اللي هو بيبقى فيه منه الوان، ده تقريبا المتر منه بيتباع مش عارفه ب12 او ب10 جنيه. ده بنستخدمه في كذا حاجه يعني، انا هبتدي ده عشان كان موجود عندي فانا استخدمته، هبتدي ادخله كده فتحة من الموجودة عندي بالشكل ده اهو، وهبتدي انوره عشان يدي معايا اضاءة الاباجورة. اقدر طبعا اجيب لمبة، وقبل ما يعني قبل ما الف الخيط اكون متحكمة في ان انا احط اللمبة الصغيرة ديت جوه البالونة او الاباجورة اللي عندي تمام اهو كده شكله. طبعا هي شكلها حلو جدا، نقدر نستخدم فيها النور الليد ده كده شكلها بعد ما طفيت النور، وبرده اهو في الاضاءة وشكلها اهو في الضلمة.
ده شكلها النهائي. طبعا انا هنا شغلت جنبها الفانوس، وده فرع فوانيس بتاع رمضان برضو، حطيته حواليها بالشكل ده. يعني انا ممكن احطها عندي على السفرة واشغل حواليها الفوانيس، برضو هتديها شكل جميل. اتمنى بقى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وتكون الديكور بتاع النهاردة كان حلو بالنسبة لكم. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني. السلام عليكم.